صبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا في البداية نستعرض معاكم جولتنا المرورية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي. خلونا نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وهنلاقي كمان في سيولة مرورية على شوارع تانية. لكن على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي. لو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي إن فيه كثافات نسبية مرورية متحركة وبتفضل مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية، ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، ونبدأ من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، وبيفضل المتجه للمهندسين إن هو ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه إلى عرابي حتى سفنكس، وبكده هيتلاشى أي كثافات مرورية. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة أخرى في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاء ومبابة. لكن بالنسبة لمحور صفط فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي هيفضل انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش عليه اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي كمان من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكمل جولتنا وهنروح بورسعيد، وهنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 34 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في دمياط 30 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في سيوة 39 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.